لكم الصعود واش تنتم تقولوا على المباراه؟ بون المباراه تاع اليوم كانت صعيبه وين مجرف طرفين، الحمد لله يا ربي عرفنا كيف نجيرو المقابله تاع اليوم وين دينا 3 بوان. عاود من الاصابه هدف جميل. الحمد لله يا ربي، هذا الفوز ناديه كامل، صحابي اللي عاونوني بزاف ووالدي اللي ما نساش خيرهم. نجمو نقولوا فريق الاتحاد الاوروبي ان شاء الله يا ربي، دوك ما بقاش بقى دي ماتش 3 ماتش ماتش هنايا، ماتش تاع الشلف ان شاء الله دوك نخدموا باش نجيبوا 3 بوان، وماتش تاع البرج ان شاء الله ندير. انصا نشكرهم على الوقفه معاهم حتى 90 دقيقه، الحمد لله يا ربي نهدي لهم هذا الفوز ليهم كامل. حقنا الاهم هو الفوز وين كان في الميدان تاعنا، كان لازم علينا نحقوا الفوز، الحمد لله احنا ادينا مباراه في المستوى وين كنا، كان فريق الخصم كان يلعب على الهبوط، الحمد لله هو جا ما خسر والو، احنا درنا اللي علينا ونشكروا الجمهور هذا اللي ساعدنا والاداره اللي واقفه معنا ما شاء الله. بيان سور كان لوبجيكتيف تاعنا المانتيا وحققناه، دوكا كان لقينا روحنا اون ديزيام بوزيسيون وين حققنا الاهم هو الفوز المباراه هذه، مازال 3 ماتش لعبوهم كوم دي فينال كيما قلت لك، وان شاء الله نحققوا الاهم هو الصعود ان شاء الله. ان شاء الله اليوم قررتم الصعود واش تنتم تقولوا؟ المباراه كانت صعيبه وين كان الضغط شويه كثير هذا الماتش، ما تخفالكش باللي بقاونا هذو اللي كانت ماتش هما اللي واعرين في المشوار تاعنا وين حققنا الفوز وحافظنا الشباك تاعنا الحمد لله 3 بوان بقات في براكني وين حتى ساعدنا في المشوار. نجمو نقولوا الفريق راح يلعب كل ورقه باش يضمن ورقه الصعود من الشباك. بيان سير دوك حنا مازالوا 3 ماتش من حنا نلعبوهم كاع دي ماتش دي كوب وان شاء الله نحقوا الصعود ان شاء الله بربي. مستحق والحمد لله والنتيجه جات، نضل ان شاء الله نبقاو نازل بقاونا زوج مباريات ان شاء الله 3 ماتش ولكن زوج مباريات نحسبوا زوج مباريات ان شاء الله باذن الله والفوز يكون حالفنا ان شاء الله باذن الله باذن الله. عم احمد بخصوص الوضعيه يعني الماليه للنادي نسمعوا كاين ازمه ماليه شويه كيما شوف هذه ازمه المال كي نتكلموا حنا نقول يعني الانسان ما لازمش ينسى حنا سيرنا الفريق تقريبا بالبيدجي نتاع 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 شهر نتاع بعض الانديه في وبهذا يعني الاموال القليله الحمد لله تحققنا النتيجه تاع ان شاء الله باذن الله نتمناه وان شاء الله نكون الصعود يعني اي حاجه كبيره ماهيش سهله وحقيقه عايشين شويه ذائقه ماليه ولكن الحمد لله نظن فيها يكونون كل الحل ان شاء الله من الاخر اخر هذا هو الشيء اللي وعدنا به يعني اللاعبين تاعنا من الاخر اخر الموسم ان شاء الله باذن الله تكون تتسوى كاع الوضعيات ان شاء الله الوضعيه تاع الماليه وحتى تكون الانطلاقه تاع العام المقبل ان شاء الله احسن بكثير من الانطلاقه تاع هذا العام. عمي احمد فين واش هي الانديه اللي ترشحها للصعود ابار بارادو؟ انا ما نديرش بارادو حق الصعود تاعو، نتمنى اننا الفريق تاعنا يطلع وحده واخر وحده اخرى انا ما انا ماهوش مانيش قوي في التكهنات. سيطرة عقيمة صح حتى هاد البوليدا سيطر نظرا للخبرة اللي عنده اللاعبين تاعو مي ما كانش السيطرة تاعو يعني كلية انتم تفرجتوا المباراة تقدمنا مباراة في المستوى كنا في اغلب اطوال المباراة خير من فريق تاع البوليدا مي نهنؤوا على الفوز هذا ما نصغروش ما نقزموش الفوز تاع البوليدا مي كنا اليوم كنا خير من تاع البوليدا. شيخ ما ظنش انه شويه اللاعبين تاعك ناقصتهم شويه الثقه سينو كانوا قالوا زيوم الله. بيان سور الثقه لان لاعبين شباب ما يخفاكش كنت نهضر مع الصحافه هذو لاعبين شباب اغلبيتهم الامل هذو ابناء الفريق سما الشباب نقص الخبره اثر علينا نوعا ما والجانب البدني ايضا اثر علينا نوعا ما كان انهيار شويه نوعا ما في الجانب البدني في الشوط الثاني مي في اغلب اطوال المباراه نشكر اللاعبين على الاداء اللي قدموه يعني ما كانش نقص الخبره كنا اليوم نسجلوا على الاقل هدفين. ما ظنش لو اعتمدتوا على ابناء النادي هذا من البدايه كان ممكن يعني ما تسقطوش البطوله. صح هذا الفوتبول مش علوم دقيقه ما نقولكش ما كناش نسقطوا ما نقولكش نسقطوا مي كون درينا اللاعبين هذو تاعنا يقدموا الاداء هذا صح احنا ما كناش في الفريق احنا هذا برومي ماتش تاعي كوم انترينر برينسيبال بصح كون نظن باللي اللاعبين هذو كانوا ينتظروا مني يقدموا الاداء هذا كانوا لعبوهم على بكري خير باسكو مع بارادو كون لعبنا باللاعبين هذو نربحو ما يفكرون كون لعبنا باللاعبين هذو نربحو باسكو قدموا اداء قدموا مباراه من الناحيه الفنيه في المستوى كنتو تشوفوا
الكاميرا كانت حاضره يعني من لا كونسيرفاسيون دي بال كلش الحمد لله. يعني اليوم اكدوا نقولها ونعاودها علو كعب المدرسه الخروبيه. بالنسبه للسقوط هذا يعني واش هي الاسباب اللي فاتت نحقلها الوضعيه؟ هي يا اخي واش راح نقول لك، الفريق اصلا ما بداش تحضيراته بكري، الانتدابات ما بداتش بكري في الماركات، والفريق الفرق كلها راحت دي ستاج بلوكي تحضر وجابت لاعبين جدد. الفريق كان انقطع عن التدريبات لمده 20 يوم، قرابه 20 يوم، وبلا انقطاعات هذيك تاع اسبوع، ما قبل هذه المباراه الفريق ما تدربش لمده اسبوع. هذا ايضا ياثر على الفريق. والجانب المادي ايضا هذاك هو الهاجس الكبير تاع جمعيه الخروب هذا الموسم.